عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب الأخبار، بنصحها بأفضل حال. فيديو جديد وفيديو النهارده بإذن الله هنتكلم فيه عن حل مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب الأخبار. فيديو النهارده بإذن الله هنتكلم فيه عن المايك البوي ام 1، أرخص مايك ممكن تشتري لصناعة المحتوى على يوتيوب أو أي منصة تانية بتاعت صناعة محتوى أيا كانت. هنتعرف بإذن الله على الفيديو دوت إزاي تعرف المايك الأصلي من المايك الفيك، وبإذن الله أقول لك ملحوظة مهمة جدا لو أنت حابب تشتري المايك دوت وهتشغله على الموبايل بتاعك. وكمان بإذن الله طول الفيديو دوت هيبقى تيست المايك، لأن زي ما أنت شايف أنا بستخدم المايك حاليا. فلو أنت عايز تعرف جودة المايك فطول الفيديو بإذن الله يبقى تيست المايك ده. فمن غير ما أطول عليك والله بنبدأ في الفيديو. طيب اول حاجه بس انت كده ايه، المايك دوت سعره متفاوت، يعني ملوش سعر ثابت، ممكن تلاقيه ب 150 جنيه، ممكن تلاقيه ب 200 جنيه، ممكن تلاقيه ب 250، عشان بس ايه يعني ممكن تلاقيه ب 10 دولار ب 12 دولار ب 15 دولار كده، يعني هو مش ثابت. ليه؟ لان المنتج فيه منه كتير قوي قوي فيك، في مثلا 95% من الوقت اللي موجوده كلها فيك بالذات في مصر، مش عارف ايه السبب صراحه، بس ايه يعني ما اعرفش هو كده، يعني هو الاسعار متفاوته عشان المنتج اصلا فيك مش المنتج الاصلي. لو المنتج هو الاصلي هتلاقي السعر ثابت، بس الاسعار متفاوته عشان المنتج فيك. طيب ازاي تعرف المنتج الاصلي من المنتج الفيك؟ اول حاجه كده بس خلينا نعرف مكونات العلبه الاول، عشان العلبه هي اللي تعرف المنتج ده اصلي ولا مش. مكونات العلبه يا معلم، انت عندك اول حاجه العلبه، هتطلع العلبه هتلاقي فيه ورق ملوش اي ستيل لازمه، بعد كده هتلاقي كيسه سمراء، بعد كده يعني شنطه سمراء كده، بعد كده هتلاقي عندك كيسه صغيره خالص. وطيب الكيسه السمراء دي هيكون فيها المايك، والمايك حواليه مثلا 5 متر 6 متر في الحدود ديت، وكمان الكيسه البيضه الصغيره ديت هيكون فيها ادابتور، وعندك باش باك، وعندك الحجره بتاع الليزر دي بتاع زمان، وعندك كمان الفلتر اللي انت شايف اللي هو الحته السفنجه الموجوده دي. طيب المايك بقى دلوقتي بتعرف منين المنتج الاصلي من المنتج الفيك. لو جيت تبص كده على العلبه هتلاقي على العلبه كده في باركود، باركود كده يعني، ومكانه كده تحته في علامه كده عامله زي الايه، عارف كارت الشحن اللي احنا بنشخبطه كده، هتلاقي تشخبط الحته دي كده هتلاقي رقم طلع لك. تخش على موقع بويا هتلاقي تخش على الدعم، هتلاقي كده في خانه كده بتاعه الاكواد، داخل الكود بتاعك هيطلع لك هل المنتج دوت اصلي ولا فيك، وغالبا في مصر بيكون فيك. فانت لو جيت تشتري المنتج من مصر مش هيفرق المنتج ب 250 جنيه والمنتج اللي ب 150 جنيه والمنتج ب 300 جنيه، كده كده هم اصلا كلهم فيك، فانت رايح نفسك. طيب لو انت بقى في محل ولا حاجه، يعني ايه لو انت يعني داخل محل، فانت تعرف المنتج فيك من الاصلي قبل بقى ما تشتري، علشان ايه ما تتعبش نفسك. لو هو غالي مثلا ب 250 جنيه او فوق كده مثلا، فايه تعرف ان هو ممكن يكون اصلي. لو ما لقوش لو ما لقوش اصلي فالراجل اصلا يعني بيعه بسعر مبالغ فيه، علشان المنتج الفيك يعني ايه ومفروض يكون اقل من كده، لكن هو بيبيعه كانه اصلي، فانت ايه تكشف الحته عارفين عند المحل. طيب ملحوظه مهمه بقى، لو انت هتشتري المايك دوت وهتشغله على الموبايل، طبعا في عندك اسطوانه كده زي ما انت شايف الاسطوانه الموجوده ديت فيها ازاي تشغل المايك على الكاميرا، زي في زرار هنا بترفعه على الكاميرات وبتنزله على الموبايلات. طبعا الموبايل بيشتغل على الكاميرات وبيشتغل على الموبايلات، وكمان بيشتغل على الكمبيوترات. انت شايف الاسطوانه دي ممكن تتحكم في الزرار لو هتشغله على الكاميرا او على الموبايل. واول ما تطلع المايك من العلبه مثلا وهدخل البطاريه مثلا وهتجيب الزرار على الموبايلات وهتدخل المايك في الموبايل، تيجي تصور هتلاقي الموبايل مش شغال او المايك مش شغال. ليه؟ لان المايك دوت او الموبايلات يعني في الغالب ما بتدعمش المايكات الخارجيه، لازم تحملها برنامج اسمه اوبن كاميرا. البرنامج دوت يعني هو برنامج عادي خالص بتاع الكاميرا، بس في فرق بس ان هو ايه بيقبل المايكات الخارجيه. هتحمل البرنامج دوت، تخش على الاعدادات بتاع البرنامج، هتفعل خيار اسمه اكسترنال مايك، المايك الخارجي هتفعله علشان لو دخلت مايك خارجي في الموبايل بتاعك يشتغل. بس كده انا طبعا جبت المايك وجربته وفتحته وحطيته في الموبايل وجيت اجرب مش شغال، فقلت اكيد المايك بايظ، عملت طلب استرجاع للمنتج، كنت شاري من عدود، عملت طلب استرجاع علشان بقى ايه قلت ارجعه كده كده بايظ يعني. طلع في الاخر ان لازم في برنامج اسمه اوبن كاميرا بتحمله يا معلم علشان يعمل لك الموضوع ده كله. بس كده معايا كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبك واتمنى يكون ما طولش عليك. بس عايز اقول حاجه اخيره، لو المنتج دوت عندك المنتجين، منتج 150 جنيه مثلا ومنتج ب 300 جنيه هو نفس المايك، لو انت هتشتري من محل اتاكد من الباركود، لو هتشتري على متجر الكتروني سوق جوميا اللون الحتت ديت اشتري الرخيص. ليه؟ لان هو كده كده فيك. تمام، انا جيت قلبت في المواقع كلها، كل الناس تقول المنتج فيك، 250 جنيه التعليقات فيك، 150 جنيه برده التعليقات فيك، فمش تفرق انت هات المنتج اللي قال في السعر، عشان كده كده هو كده اصلا فيك. بس كده، سلام.